السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد انتهائنا من توزيع الأضاحي في العراق في 1997، قررنا أننا نأجر عربة كبيرة بسموها جيمس علشان احنا الثلاثة نقعد فيها، ما ناخدش تاكسي عادي، وأنا أنام يعني يفردوني المخدات أو الكراسي عشان أخذ المسافة ما بين بغداد لعمان في الليل 10 ساعات أو 9 ساعات أو 8 ساعات دي، وأنا نايم على ظهري. وفعلا اخذنا اجرنا العربيه احنا الثلاثه ونزلنا وصلنا عمان بفضل الله سبحانه وتعالى، ورحنا على اوتيل كنا احنا بننزل فيه دايما هناك. وصادف هذا الوقت اللي هو كان وقت اللي هو الاحتفال بعيد القيامه اللي هو شم النسيم عندنا في مصر. فاحنا قاعدين البلد مقفوله ما فيهاش اي شيء، وطبعا في عمان لما تروح ما تلاقيش بتعمل حاجه فيها والبلد مقفوله وانت سايح وكذا ومش عارف تعمل شيء. ففكرنا في فكره جهنميه. ايه الفكره الجهنميه؟ قلنا ايه رايكم يا شباب نخش على ايه، نزور فلسطين. قالوا ازاي؟ قالوا فينا حاجه اسمها جسر الشيخ حسين، ناخد عربيه ونوصل له، ومن هناك ناخد عربيه ثانيه نوصل بيها ايه للداخل. قلت طيب خلاص جزاكم الله خير، يلا توكلنا على الله. فده كان طبعا بنصيحه من اللي هم الناس اللي في الاوتيل. خدنا التاكسي ونزلنا على الموقف وسيبنا كل المتاع بتاعنا في الاوتيل، وقلنا هنرجع لكم بعد يومين ثلاثه. ورحنا على الحدود الأردنية فخدوا مننا تأشيرة عشان نخرج، وطبعا اللي هو الضابط الأردني قال لنا انتوا رايحين فين؟ قلنا رايحين فلسطين. بص لوشوشنا كده، أنا بلحية وأنور بلحية وعبد الواحد بلحية، قال إن شاء الله ساعة ولا ساعتين واليهود يرجعوكوا لنا تاني. المهم قلنا لهم طيب هنجرب ونرجع لك تاني. دخلنا هناك وإحنا على الحدود، دخلنا عند الحدود في داخل إسرائيل يعني أو دولة إسرائيل أو إلى آخره. فالست اللي كانت بتفتشنا لقت معنا ذهب، بتقول الذهب ده أنتوا جايبين منين؟ إحنا جايبين من بعض زمايلنا في العراق ودينا قريبهم فيه. كنا طبعا واضحين جدا ما فيش حاجة نخبيها، وكنا متوقعين إنهم هيرجعونا مرة تانية. وانا لو سمحتي ما تختمش الباسبورات، خاصة عند باسبور بتاع أنور خان، علشان إيه؟ هو باسبور باكستاني وده هيعمل له مشكله. قالت ما فيش مشكله اتفضلوا اهلا وسهلا. فما رجعناش، دخلونا. المهم دخلنا قلنا نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه، خدنا عربيه ونزلنا على ايه على القدس. كانت حوالي تقريبا ساعتين او ثلاث ساعات عن طريق جسر الشيخ حسين، وكان منظر جميل جدا وروح عاليه. راح بقى افتكر كل الاحداث اللي حصلت من الاربعينات والخمسينات والستينيات، واننا نوصل القدس ونصلي في القدس ونصلي في المسجد الاقصى، حاجه 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 مش ممكن تتخيلها. المهم بعد كده هو بعد ما صلينا واقمنا ليله او ليلتين في بعض اللي هو البيوت الشباب هناك في القدس، وصلينا في المسجد الاقصى، قلنا ننزل على فين؟ على الخليل. قلت له ما نعرف واحد زميلي في الخليل من عيله كبيره جدا جدا جدا، ويلا ناخد عربيه ونروح على الخليل. قالوا يلا عشان نصلي في ايه؟ في المسجد الابراهيمي او الحرم الابراهيمي. هنا بقى بدانا نشوف الذل والاذلال لمين؟ للفلسطينيين، عشان كان في سواتر ترابيه او حواجز ترابيه بيعملوها السلطات الامنيه علشان يخلوا العربيه نزل السكان او الركاب من مكان الف لمكان ب ويشيلوا شنطهم ويروحوا. يعني كان في اذلال المواطنين بطريقه غير عاديه. وصلنا الخليل علشان الهدف اننا نزور الحرم الابراهيمي. لقينا كان المدينه شبه خاويه على عروشها. ليه؟ لان الحرم الابراهيمي كان مغلق، وكل الاسواق اللي حوالين الحرم الابراهيمي كانت مغلقه. المهم اول ما وصلنا انا قلت للشباب نعمل ايه؟ يلا انا عندي واحد زميلي من عيله النتشه، وعيله النتشه من اكبر العائلات في فلسطين كلها وليس في الخليل. رحنا كلمنا السواق اللي هو كان واخدنا معاه، قلنا له يلا ودناه على حد، قال في هنا اجزخانه من اولاد النتشه هم اللي عاملينها. فروحنا الاجزخانه اللي هي الصيدليه، ودخلنا على الصيدليه لقينا واحد صيدلي برضك يعني شكله كده ما كنتش انا اعرفه. قلت له تعرف الدكتور عبد الغني؟ قال لي هذا ابن عمي. قلت له روح كلمه في البيت وقول له ان انت مين، ان انت ان هاني البنا عندك. طبعا عبد الغني كان زميلي بيعمل اللي هو الزماله في النساء ولاده، كان انسان راقي جدا وانسان عنده عزه وانفه غير عاديه، وانسان عنده اخلاق وعنده قيم الى اخره، وكان شاطر كمان، شاطر جدا 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 جدا.
المهم هو اتصل بالبيت فجت مراته بتقول يعني لزوجة عبد الغني قالت له ايه يعني البنا هنا في الخليل مين اللي جابه؟ طلعت تجري مش كانش مصدقه ان احنا موجودين. فطلعت تجري قالت لي دكتور هاني ازيك يعني ايه اعرفها انا من ايام ما كانت ايه في برمنغهام معنا. بعدين جه عبد الغني جزاه الله خير واخدنا البيت وعشانا وروقنا وبيتنا حتى عنده في البيت ويعني عمل لنا اشياء يعني جزاه الله خير ورحنا زرنا المسجد الحرم الابراهيمي وشفنا ازاي اتقسم الحرم وشفنا مقام سيدنا ابراهيم وشفنا كل الاضطهاد وكل الذل اللي بيحاول يعملوه للشعب الفلسطيني في الخليل ان شاء الله يعني. وخدنا الرسالة ورجعنا على فين؟ على القدس علشان أجرنا طبعا رجعنا نفس اللي هو الأوتيل اللي احنا كنا فيه أو نفس بيت الشعر اللي كنا فيه وقلنا احنا ايه نصلي 3-4 صلوات هناك في الليلة ونبدأ تاني يوم الصبحية نروح لعمان. لكن جالنا هاجس كده قلنا مفيش داعي اننا نبيت في القدس ونصلي المغرب والعشاء مع بعض او المغرب لوحدها والعشاء لوحدها وبعدين نطلع ناخد العربة ونطلع فيها على فين على الحدود ومن هناك نبيت في عمان عشان ناخد الطيارة في صباح اليوم التاني تكون اسهل. فالمهم رحنا واخدنا معنا متاعنا واجرنا العربية وحطينا العربية برا عند المسجد الاقصى وصلينا المغرب وبعدين صلينا العشاء وبعدين بعد كده هو بعد كده وانا بصلي في الركعة التانية او في التالتة اللي هي في صلاة العشاء قعدت ابكي بكاء غير عادي لم ادري لماذا وكأن الاقصى بيقول لي انت ماشي بسرعة ليه سيبني ليه ده انا محدش بيزورني. كنت انا حمار مش فاهم نداء الاقصى لينا وبركة الاقصى واللي انت بتتكلم يعني كرامة الاقصى. المهم خدنا العربية بعد صلاة العشاء وطلعنا على الحدود وصلنا الحدود 5 دقايق بعد إغلاقها عرفنا نرجع للقدس تاني وعرفنا نخش إلى الأردن تاني ونمنا في العربية لتاني يوم الصبح إلى أن فتحت الحدود الساعة 5 أو الساعة 6 صباحا. وكأني رسالة المسجد الأقصى لينا أنتم مستعجلين على إيه؟ مستعجلين على إيه؟ رايحين فين؟ صلوا وبيتوا وتعالوا صلوا الفجر ما نطلعوا على إيه؟ حدوا هتوصلوا. ودي كانت كرامه من كرامات مسجد الاقصى اللي احنا بهدلنا فيها لان كان كل المنطقه اللي احنا فيها كان يهود سكانها ورفضت كل اللي هو البيوت اللي هي السكن انها تاخدنا لان ما يعرفوش احنا مين الى اخره. المهم رحنا بعد كده خدنا المتاع بتاعنا وسافرنا بعد كده كل واحد سافر على وجهته. الدرس المستفاد هنا هو اللي هو ان احنا في زيارتنا القرار العفوي اللي احنا خدناه في الوقت ده كان صائب لكن كان فيه مخاطره. يبقى في هنا مخاطره ان ناخد العربيه ونأجر العربيه عشان نطلع نكبر الشيخ حسين ونخش الايه فلسطين وهناك برضك ان احنا نصلي في المسجد الاقصى في تضحيه عشان انت تخش من اجل ان تزور المسجد الاقصى. ما تعدش عدد الصلوات وعدد الحسنات اللي هتاخدها لكن تعد البركة اللي انت هتطلع بيها من زيارة المسجد الأقصى ومن زيارة الحرم الإبراهيمي كذلك ومن زيارة الزملاء والإخوة والأخوات اللي احنا اتكلمنا عنهم. جزاكم الله خيرا. في مخاطرة وفي بركة وفي حب ونداء الأقصى بيقول لنا أهلا وسهلا بكم يا أبنائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.